من مباراة كرة قدم إلى جريمة جديدة تهز النجف، طعنات بالسكين تلقاها الصبي بهاء الذي لا يتجاوز عمره 17 عاما في صدره وقلبه إثر محاولته فض شجار بين مشجعي الفريقين أنهت حياته في الحال، فكلفته وقفته حاجزا بين المتنازعين حياته وأفجعت أهله. جانشات كرة قدم خماسية وقاعدين الجماهير كلش هواي، قاعد انا في نهاية الساحة يعني، قالوا جوني قالوا ابن اخوك تعور بالشارع، حقيقة يعني عبالي ضاربته سيارة دراجة، لقيته واقع بكل دم، جيت عليه شلته حطيته بستوته، طلع عدة طعنة هنا بقلبه وعدة طعنة بسلاية قلبه، طعنتين. اكو ولد قالوا جماعة دتشو وشردوا، اكو مشاجرة صايرة وهو دخل يفك النزاع وصار اللي صار بعد هذا. مشاجرة بين أشخاص مما دفع المجني عليه للتدخل لفض النزاع فيما بينهم، ولكنه تعرض إلى طعنات عديدة في منطقة الصدر، ليس طعنة واحدة، مما يدل إلى أنه أكثر من جاني. ألقت القوات الأمنية على 4 متهمين والتحقيقات جارية، وصدر أمر قبض بحق المتهم الآخر الخامس الهارب. صدمة عند ذوي الصبي الذي سلبت حياته في غضون لحظات معدودة من غير ذنب، يتقلب والده المفجوع حرقة وحزنا على ما أصابه، فيما اعتبر شيوخ عشائر إنما حدث انفلاتا أمنيا مكررا، محملين الأجهزة الأمنية المسؤولية. هذا الحدث ما أجى اعتباطا، أجى نتيجة الانفلات الأمني اللي موجود بالبلد واللي قاعد يعيث بالأرض فساد، وسبب الانفلات الأمني وعدم الشعور بالمسؤولية هو بعض الأمور اللي قاعد تتسرب وتجي من مواد مخدرة من كذا، فهذا أصبح طيش الشباب بعيد عن واقع المنطقة. طعنات بالسكين وآخر تم نحره وثالث بطلق طائش، تعددت الأسباب إلا أن الموت عامل مشترك بينهم في غضون أقل من 2 أسبوع في النجف التي يبدي أهلها قلقهم من تكرار هذه التائهات المفجعة في مدينتهم. من النجف محمد رزاق، التغيير.